إلى الفقرة التالية، سلكي وأمنة. حفظتي؟ لا ما حفظت. الرقيب أول. بكامل حالتي الصحية المنيحة ما بحفظ عبده، كيف كان أول يوم؟ الرقيب أول جورج فارس من غرفة التحكم المروري، صباح الخير. صباح الخير لكل جميع المشاهدين. بونجورين، تفضل، شو عندنا جديد؟ نبتدي من مداخل العاصمة، اكتشاف حركة ناشطة إلى طبيعية، المدخل الشمالي حركة ناشطة من كازينو لبنان باتجاه جوني، بعد عنا طبيعية متبية باتجاه نهر الموت. مدخل البقاع حركة ناشطة إلى طبيعية جدا من بحر البيضاء نزولا متحملون علي. مدخل الجنوبي بيشهد حركة ناشطة الأنفاق خلدي والأوزاعي. داخل العاصمة تقاطعات مستديرات حركة طبيعية إلى ناشطة دون أي عوائق تذكر. الحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية سجل عندنا 13 حادث نتج عنهم للأسف 19 جريح. نعم. خطنا الساخن 17 20 للتواصل معنا واستفسار عن حال الطرقات أو تبليغنا عن أي عطل. هذا كل شيء عنا حتى. بدنا نعيدك ونقول لك مرجري يحميك. ميرسي. عقبال كل سنة الرقيب أول جورج فارس، بنعيدك باسمك، ميرسي لك ولكل العاملين بغرفة التحكم المروري.